44 عاما على إنشاء الإهراءات في المرفأ لم تشهد فيها أي تحسينات. 126 صومعة من 3 قياسات، نصفها مخصص للقمح والنصف الآخر للذرة والشعير. هي الزيارة الثانية لوزير الاقتصاد ألا حكيم إلى الإهراءات، اطلع فيها من المدير موسى خوري على أعمال التحسين وإعادة التأهيل التي تفعلت منذ زيارة الوزيرين حكيم وأبو فاعور قبل مدة. يستمر العمل على بناء حائط يفصل بين محيط الإهراءات وحرمها لمنع اقتراب القوارض كما كان يحصل سابقا. كذلك وضع شريط لمنع دخول الحمام إلى السجادة المتحركة التي تنقل القمح من الباخرة إلى الصوامع. بتصب 7 ورش على أولا عزل الإهراءات، ومن ناحية تانية على تحسين عمل الداخلي وعمل الخارجي. هذه واحدة من الصوامع الفارغة التي توضع فيها مواد معقمة قبل ملئها من جديد، وهنا العزل تام ولا يمكن بأي شكل للقوارض والحشرات أن تدخل إلى المكان. عزل أولا من ناحية الطيور ومن ناحية القوارض، والعزل على أكيد كمان من كل شيء عندك تأثير من قبل المرفأ المحيط. نحن بدنا نفرق بين الإهراءات وبين الصوامع. الصوامع مثل ما شفتوا اليوم صوامع محكمة الأغلاق، ما في شيء بيفوت فيها وما في شيء بيطلع منها إلا بالشفط. أعمال التأهيل تقوم بها إدارة الإهراءات من موازنتها الخاصة وعبر موظفيها وعمالها. كنت واعد على أكيد بظرف 2 أو 3 جمعة، كنت أنا مخطئ. رح تاخذ شوية وقت، رح ناخذ بين 30 و60 يوم بعد شغل، كنا تأخرنا شوي من ناحية العواصف. من حق الوزير أبو فاعور أن يزور الإهراءات ساعة يشاء، ونحن في تنسيق فيما بيننا، قال حكيم، لما فيه صحة اللبنانيين ومعيشتهم.